السلام عليكم يا اخوان، يعطيكم العافية واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. واليوم بفيديو خلينا نسميه محاكي الباصات. يا اخوان اليوم جيناكم انا والعم زيد في مود باصات جديد، صراحة مود كثير حلو راح نورجيكم اياه كمان شوي. نزلناه اليوم انا والعم زيد وقررنا نشتغل عليه نقلات عمال من شركات لاماكن ثانية. احنا حاليا في برشلونة في اسبانيا، بدنا نطلع نروح ناخذ عمال نطلعهم من شركة ببرشلونة نوديهم على جزر ايطاليا. هسه راح نورجيكم كيف اخوان الباص، كيف راح نسوقه، كيف راح كيف يعني بشكل عام كل شيء راح نورجيكم اياه ان شاء الله بهذا الفيديو. كيف عزمات الباص، الباص اخوان مثل ما انتم شايفين جاي طابقين. بس بورجيكم كمان بس نروح ناخذ العمال او الركاب يعني بشكل عام، بدناش نضل نقول عنهم عمال. راح اورجيكم شو في الباص شو في مميزات. خلينا نشغل. طبعا الماتور تاعه يا اخوان بيجي ورا، مشان هيك لما انت تنقل على الكاميرا الخلفية بيعلى صوته. جاهز عم زيد؟ جاهز. وجهنا على الشركة. بعيدة من هون 2 كيلو، يعني مش اشي يذكر. طبعا اخوان هاي اول ميزة، بعرفش اذا انكم شايفينها معاي او اذا انكم لاحظتوها، انه الكاميرا المري تاعاته الجانبيات ملوش مري، له كاميرات، والكاميرا هاي بتنقل الاشارة على الشاشة، على الشاشات هذول واحدة على الشمال وواحدة على اليمين. مظبوط، انا اخذت صراحة العادي شغلة كثير يعني. حلوة. انا اخذت العادي ليه؟ مش عارف يعني، هنا بعدين صغار الحلو فيه كثير. يا اخوان، بعدين اسمع اللي عجبني فيه انا، انه جير اوتوماتيك. الحديد كله اوتوماتيك معلم. انا هياتني اجري الشمال مريحها، لا بتوجع ولا اشي، لا كلتش وقعد قاتل الكلتش وابصر شو ازمه شوي هون. هاي برشلونة معلم، اليوم في مباراة. شكله اليوم في مباراة. هسه بدنا نروح يمين عم زيد. اسمع، انا سواقة الباصات مش بزيادة ترى. أنا اللي بزيادة العاد. هاي السيارة اللي قدامنا، عرفتها اللي بتنظف الشوارع، هي اللي كاينة عاملة الأزمة يا عمي. ناس مهتمين بشوارعهم. هذا الفيديو تعرف مين راح ينبسط عليه؟ مين؟ طبعا يعني الكل ان شاء الله راح ينبسطوا عليه، بس راح بالذات راح ينبسط عليه نسيم التميمي، ليش؟ انه عايش باوروبا وبعرفها منيح. نسيم إله على أوروبا. وعايش هناك يا رجل. ما شاء الله، هو موسوعة على فكرة بالمدن وهاي الشغلات. ما شاء الله عليه. لا انا دخلت دخلة غلط، ثواني، المفروض اني رحت الدخلة يلي بعديها. نروح دغري يعني. لا هي الدخلة هاي اللي بعديها، شايفها؟ بس اعمل تيك ذا سيم جوب. بس بنروح ناخذ العمال هسه. خلينا نحمل يا اخوان، وهسه بدي اورجيكم كمان شو في شغلة حلوة. هذا المود بصراحة يعني اللي عمل هذا المود ابدع. مالك انت من وين؟ نحمل ركابنا، نحملنا. العم زيد باله طويل يا اخوان، كثير باله طويل. هسه نشوف نقدر نهبطه ولا لا. قال لي والله بهبط. هاي انا جاهز. عليا لفوق. البركة. جاهز عم زيد؟ من جيتك أنا فضيت الهواء اللي فيه، تصدق؟ ليش؟
وانا قاعد بنفس فيه، قاعد بنزله بطلعه الاول اللي فيه فضي. استنى بالله مفعل خليه يشحن شوي. مفعل شو اسمه؟ انفعله، انفعله. هيو مشى. يلا عم زيد. يلا معك. أحلى إشي فيه الاهتزاز تبعه كثير بالداخلية. واقعي، كثير كثير واقعي. حتى هم حاطين هون كرسي للكنترول، بس معناش كنترول عم زيد. خلاص بناخده معنا على عمان. يا الله، ولا قدام يا اخوان راح نعمل سلسلة جديدة انا والعم زيد، راح تكون استكشاف لكل المدن الاوروبية والشوارع الاوروبية اللي ما حدا مهتم فيها للاسف. مظبوط. يا بي الدروبات يا اخوان، هذا DLC اللي هو تبع اسبانيا في كله دروبات. كله دروبات. عم زيد كثير واقعي المود صراحة، كثير عجبني. وانا قدامنا طقم كوربات بفهمش. هسه بدنا نطلع احنا بالعبارة اتوقع، أعتقد نطلع بالعبارة بعدها راح نروح على شو اسمها، على الجزر هذول الإيطالية. برشلونة لإيطاليا. بلشت الدنيا تليل، نطلع بالعبارة. هسه نطلع بالعبارة بس نوصل هناك. إذا كانت الدنيا ليل نعملها سحر أسود ونخليها نهار. احنا بس نقول سحر أسود طبعا نمزح يعني، بما معناه انه نعملها احنا كما بنحط لها تحب. شو اسمه اللي هي هاي الكونسول بنخليها نهار، نعم احنا بنحدد الوقت زي ما بدنا يعني. اذا مسواقته كثير سموث كثير حلوة أحس التحكم فيه صعب. أنا والله، انا التحكم فيه بالنسبة لي جدا سهل. بالعكس والله الصراحة انا كثير عاجبني. هو حلو يعني وقته حلو وممتع بطيء. يعني، هو بالنهاية باص ركاب. عم زيد بدك اياه يسرع بنخليه يسرع، مش مشكلة. انت عارف الوضع، من هون نزول هو نزول بس شوي عرقة هون المنطقة. هي هسه بنروح من هون يمين، بعديها بنروح على العبارة ونسافر بالباخرة. ونسافر في الباخرة. شو زي ما حكيت والله بطيء. بطيء والتحكم فيه صعب. والله انا تحكمه منه علي سموث. والكم شو اسمها، على ثالث واحدة عم زيد اللي هي بورتو توريس. اوكي وصلت عم زيد. شكلنا مقلشين حاليا يا ببعض. اخوان احنا مقلشين ببعض يلا ها. حاليا يا اخوان. وصلنا المدن الايطالية اللي بدنا نطلع منها، اللي بدنا عفوا نوصل العمال عليها الركاب اللي معانا.
طبعا هسه يا اخوان راح تشوفوا جرافيك كثير حلو، مناطق كثير حلوة، راح يعني تمتعوا نظركم ان شاء الله. من أجمل المناطق بصراحة باللعبة. هاي هذول الجزر من أجمل المناطق في اللعبة، يعني طلعوا يا اخوان، طلعوا البحر هذا اللي هون على اليمين، القوارب، كل هاي الشغلات بتحسوا بحياة، بتحسوا هيك في واقعية. مختلفة تماما عن يا رجل مثلا عن الوطن العربي، صحراء. صحراء، وين ما تلف وجهك صحراء. هذول عاملين حادث عم زيد اللي على اليمين، حتى جماعة إيطاليا داقين ببعض. شو القصة يا إخوان؟ أوبا الشاحنة. طب إذا ما هو شايفني أنا الثاني، تعال تعال، بديش أوقف على الإشارة. وقفوا على بس ليش الإشارة هذول. في قدامك ناس انت؟ آه طب يا اخي ليش، سؤال، ليش بضل يفضى عندي الباص من الهواء؟ مش عارف، هاي مش يو مش قاعد، عشان هقدر اتجاوز عنهم هذول ماشيين جنب بعض. يعني مش مشكلة عم زيد، انا اصلا مش مسرع، يعني ماشي على محلي. هو اصلا الباص بسرعش. معقول يا اخي، لانه في كثير واقعي والباص بتمايل يمين شمال، بفضى هواء بسرعة. يمكن طابات الهواء. والله معقولة، كل شيء معقول. اخوان انا هاي السلسلة راح اعتمدها، هاي السلسلة انا صراحة حلوة. نقل الركاب. نقل الركاب، والله حلوة. الباص هذا كثير عجبني. بس مشكلته انه بطيء، التحكم شوي فيه مش كثير جزء عاجبني. والله عم زيد، انا التحكم عندي كثير سموث، انا على الايد يعني اوكي، بجوز لانه اخذت عندك، انا لسه كنت اقول لك لانه عندك على الايد. انا اخذت ايدي يعني عليها الايد شوي. بس لا والله الايد اريح لك، صح؟ اريح بصراحة. بكثير اريح من شو اسمه، من الماوس. بس الماوس الحركة فيه أسرع، سموث أسرع. الحالة اسرع. يعني مثلا لما بتلف ستيرنج يمين شمال بالماوس تكتب بسرعة. أسرع. أيوة هون بدك تهدي سرعتك، مثلا اذا جاتك بالضبط. كوربة ولا شيء بدك تهدي سرعتك كثير، بس تقدر ترفع الحساسية تبعته عم زيد. ما إذا رفعت الحساسية بصير شو بصير؟ يجي كهرباء؟ شوي سيارة قدامي. قاعد ترجع ريفيرس؟ جيتك بحكي لك لما سمعت ارفع صوت ريفيرس. الحساسية. رجعت. والواصل لعندك مع انك بعيد عني. والله وصل لعندي. لما ارفع الحساسية بصير السرعة لما مثلا ادعس بصير لحاله يروح يمين شمال على اقل نكشة للايد. بصير نطنطة. ايوه يا الله اخوان مثقل، كثير بطيء الباص، قمت ثقيلة. كثير بطيء. انا هيت مدعس على الاخر يا اخوان، يعني اخر دعسة هيت، هسه بده يطلع عن الستين، بعده مش موصل 60. لقاني واحد قاعد بتجاوز. في شو اسمه، في طفاية عم زيد. بعرف مستخدمتهاش لحد هسه، اشوف الطبيعة هون. بتجنن اذا بالطرق بتجنن.
ماتش كثير حلو، كثير حلو، كثير ممتع. واحد بس راح. والله أنا يعني دخلت كثير في الجو. احنا مش مطولين على فكرة، يعني قريب قربنا الشركة اللي رايحين عليها. صار في قدامي أزمة. انا لاحظت شغلة، لما ادعس البريك قوي الهواء بيفضى. جد اه لازم والله حبة حبة، شكله لازم حبة حبة. أصلا البريك تبعه هيك بتحسه مش عبيط. مزبوط. أيوة بس أنا جدا معجب فيه الصراحة. له إجباري يمين. آه أنا كثير معجب فيه ومعجب بسواقته. يعني أنت نفسك لما تحضر الفيديو عندي عم زيد راح تحس باللي أنا قاعد بحكي فيه، زي ما هسه المتابعين راح يكونوا كمان حسوا في اللي أنا بحكي فيه. لا، هو انا ما مش بقول لك انه سيء، بس هيك يعني انا يمكن مش متعود على التحكم. يس يس اي جت ات ناو. بس بتعرف ايش مثلا الاشي الحلو فيه؟ القومة، شفت لما يمشي الباص اول ما يقوم كيف بهز يمين وشمال، اه هاي التورك هز تبعه يمين بتحس شمال بالتورك تبعه. صحيح. مالك يا وقفته؟ رب يلا يا رب على التحديث الجديد يظل موجود هالباص، ان شاء الله. انه اذا راح هذا الباص راح اتضايق. الله سوقت اشارات، كيف تطلع عنك انا؟ يا اخي انا بطلت اعرف العب اللعبه هاي بدون الهيد تراكر. والله هو اختراع حلو بصراحة، كثير يعني مريح. مريح. بس بده كاميرا كويسة. والله عم زيد، لا والله بتعرف اسمح لي هالمره اخالفك في الراي، ايش؟ لانه انا الكاميرا اللي حاطها قدامي هاي اللي بتاخذ الهيد تراكر زباله. معقول؟ والله زباله، يتم حقها بجوز 15 دينار. أول كاميرا اشتريتها هاي اشتريتها زمان، كان عليها عرض في أمازون، بجوز حقها 15 دينار. والله كاميرا كثير سيئة، يعني هم كاتبين لك إنها اتش دي 1080، بس بجوز بتعطي 480 30 اف بي اس. معقول ما بتجيب ال HD؟ اه والله لا لا ما بتجيب، 1000000% ما بتجيب اتش دي. غريب. بس هي هاي الشغلة كانت مكتوبة عليها يعني بالعرض تبعها، انه خلي بس هم يعني بالعرض ضحكوا علي مشان اشتريها، وهم ما ضحكوا علي بيني وبينك. انا يعني انا اشتريتها مشان سعرها، سعرها كان كيف كثير رخيص بجوز 15 دينار. يا بلاش؟ اه فهذا هو سبب الصراحة اللي خلاني اشتريها. بس طبعا بعديها ندمت وعرفت انه كل شيء غالي سعره فيه. أكيد. هسه جبت الكاميرا اللي وراي هاي اللي هي اللوجيتك، صراحة بسم الله ما شاء الله كاميرا خرافية، وهاي صرت استخدمها بالهيد تراكر يعني والشغلات هاي. بس كمان الهيد تراكر بتعرف ايش؟ بده إضاءة كويسة. بده إضاءة كويسة، بس أنا الحمد لله أنا عندي الإضاءة اللي فوقي هاي الـ LED، يعني بشكل عام يعني إضاءة بدك إضاءة إضاءة منيحة. مرتبة. آه يعني مثلا تجرب تشغل هيد تراكر بغرفة مطفية على على الفاضي ضوء الشاشة على الفاضي. ما بيشتغل، ما بيشتغل، راح يلقط شغلات غريبة عجيبة. وين صرت عم زيد؟ بالكازية مش كثير بيني وبينك. يعني 54 كيلو، كاتب لي ضايل لي 53. شو وضع الحرارة؟
والله ما شفت. ربط يعني المشاحن نطة هاي على الجنبي. الطلوع. بعل هو على الطلوع، بس انا لانه سوقته سموذ صراحة مبسوط عليه كثير. اسمع، انت لما تشوف الفيديو عندي راح تعرف انا شو قاعد بحكي. ليش؟ لان بالفيديو مبين انا يعني في اجري الشمال رافعها وراكي عليها ايدي الشمال وماسك الستيرنج باصابعي، يعني قاعد بسوق فيه زي كانه قاعد بشرب مي. يا شوف يا طلع الطلعة. الله يخلي لك الصلعة يا شوفير. دوز دوز، الله يبعث لك عروس من ذكرهن هذول. عن الرحلات الله يعني، يرحم ايام ما كانت الرحلة تاعتنا بليرة عم زيد. شايف تلف نص المملكة فيها. والله حديقة الحيوانات نذكرها، مستحيل ما رحتوش عليها. لا رحنا أكيد. يعني حديقة الحيوانات هسه بتروح عليها، الأسد اللي هناك بيعرفك على السريع، نايم بيعرفك. نايم. ما هو دايما نايم، بيطعموه علكي وبشار وهاي الشغلات. شو بده، شو بده يصحيه هذا. حالي قاعد بلعب محاكي الباصات، مش محاكي الشاحنات. والله اليوم فتحت محاكي الباصات ما عرفتش العب. بالله عليك، ليه؟ بخيك ما بعرفش، لا بنت شغل. انت وين؟ انا بالطريق 17 كيلو. نايفنا وقفت على الإشارة هون. يا رب تفتح الإشارة. هي فتحت الإشارة. أنا وصلت للشركة عم زيد. قبل 6 كيلو. زي يعني أنت تقريبا نايم. 6 كيلو هذول بنحكيش فيهن. من وراك. تعرف بدي اصف داخلي، بديش اصف خارجي. والله الموري هاي اللي عليها بده يزبط. طبعا انا كسرت الدنيا ليش؟ في التحكم بيض. تعود عليه يا مجد، تعود. أنا كثير نزلت مودات بهاي اللعبة، بحياتي ما استمتعت بمود أكثر من المود هذا بكل صراحة. بهون طيب يا اخوان، هيك بنكون احنا وصلنا اول حمولة لنا في لعبة محاكي الباصات اللي هي اصلا محاكي الشاحنات. طبعا يا اخوان هاي راح تكون سلسلة ان شاء الله، راح اظني اصور فيها ان شاء الله انا والعم زيد.
بتمنى انها تكون عجبتكم يا اخوان، لا تنسونا من اللايك، واذا كنت جديد على القناة في كثير شغلات حلوة راح نعملها، فعملنا اشتراك مشان يوصلك كل شيء جديد، لا تنسوا تفعلوا الجرس يا اخوان، ومشان نشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي، ونحب نقولكم من هذا المكان السلام عليكم.